فنيجي لموضوع الخاسر الأكبر بعد الطلاق، هل الزوج أم الزوجة؟ ربما يتساوى الزوج والزوجة في الخسائر من الناحية المعنوية، يتساوى خسائر الزوج وخسائر الزوجة من الناحية المعنوية بعد الطلاق، ولكن تعتبر الزوجة هي الخاسر الأكبر بعد الطلاق نتيجة الوضع المجتمعي لها. حتى الآن في سنة 2021 ينظر المجتمع إلى المرأة المطلقة بصورة غير جيدة. دايما المرأة المطلقة متهمة في كل الأحوال، في من وجهة نظر الوضع، من وجهة نظر المجتمع، انتي فاشلة، انتي ما قدرتيش تستحملي، انتي مش قادرة تعيشي، مجموعة اتهامات على طول تطارد الزوجة المصرية في ان هي السبب الرئيسي لهدم الحياة الزوجية. ليه مش عارفة، ولا هي، ولو ان ممكن يكون العكس، ان هي استحملت كتير جدا وهي اللي تنازلت كتير جدا وهي اللي ضغطت على نفسها، ولكن وصلت لمرحلة فعلا فيها استحالة استكمال الحياة الزوجية. العبء الأكبر بيقع طبعا على الزوجة، لأن هي بتبقى المسؤولة عن الأولاد وبتبقى مسؤولة كمان عن نفسها، فبيبقى في عبء مادي وفي أعباء نفسية وضغوطات طبعا حواليها، إن هي بترعى قبلها بعد كده، فبتبقى محتاجة إن هي دعم مادي ليها. لو مكانتش بتشتغل طبعا بتبقى تبحث عن فرصة عمل، لو كان هي بتقعد مع أهلها وأهلها بيقدروا يصرفوا عليهم، ففي خسائر طبعا على طول بالنسبة للمرأة. أنا اتطلقت وانفصلت عن زوجي، أخدت أولادي، عشت مع أهلي، بصرف عليهم، باجي أقول لأهلي أو أنا هتجوز تاني، هل من حقي ان انا كامرأة ابدأ حياة جديدة؟ من حقي، لكن بنواجه مشاكل كتير جدا وضغوطات كتيرة جدا بين المحيطين حوالينا، بتمنع طبعا ازاي الزوجة تتجوز تاني، لان هي لو حاولت ان هي تعرض حتى الفكرة ديت فهي تعتبر متهمة ومرتكبة للجرم، ان هي كده هتتخلي عن ابنائها وان هي كده بتبدأ حياة جديدة وبتتخلى عن ابنائها. طب ايه الحل؟ اعمل ايه؟ افضل مع اولادي وما مديش نفسي فرصة تاني، ولا اعمل ايه؟ اما بنتكلم برضو عن الطلاق، في برضو ونتكلم تاني ان في برضو ناس مستحملة كتير وعندها ضغوطات ومشاكل في حياتها، ولكن هي قادرة تستوعب المشاكل دي وقادرة تحتويها وتكمل وعمالة تتنازل وتضحي، زي ما في طلاق وفي هدم وتشريد لبعض الأسر، لكن في على الصعيد الآخر في أسر مستحملة وقاعدة وعمالة تتنازل.